السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المالية تنأى بنفسها عن تأخير الرواتب عطلة العيد الطويلة أخرت التمويل. فاد مصدر مطلع بأن وزارة المالية نأت بنفسها عن مسؤولية تأخر مواعيد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. وقال مصدر مطلع أن تأخير أطلاق رواتب الموظفين لغاية الآن سببه عطلة عيد الأضحى الطويلة والتي استمرت لعشرة أيام من 14 حزيران يونيو الجاري ولغاية 22 من الشهر نفسه. وأضاف هذه العطلة أثرت على وصول التمويل المالي للوزارات والمؤسسات الحكومية. وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شاع السوداني قد أعلن في الرابع من حزيران يونيو الجاري في بيان أن السوداني وجه بأن تكون عطلة عيد الأضحى للدوائر الرسمية ابتداء من يوم الأحد 16 حزيران لغاية الخميس من الشهر نفسه، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 23 من هذا الشهر. وجدير بالذكر أن عطلة نهاية الأسبوع في العراق تكون يومي الجمعة والسبت، مما يجعل العطلة بشكل فعلي بدأت يوم 14 حزيران وانتهت يوم 22 من الشهر ذاته. مستشار حكومي: الشباب سيجنون فرص عمل كثيرة ومناسبة. أشار مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب عضو المجلس الأعلى للشباب قاسم الظالمي أبرز النتائج المتحققة لمهام المجلس، فيما أشار إلى أن الشباب سيجنون فرص عمل كثيرة ومناسبة. وقال أن المهام التي قررها مجلس الوزراء والتي تتعلق بمهام المجلس الأعلى للشباب يتم تطبيقها من خلال التنسيق مع المؤسسات العامة والنظر لقضايا الشباب وتنفيذ القرارات الحكومية وتقديم متابعة للمشروعات التي يتعلق عملها في قطاعات الشباب وتقديم تقارير عن نشاطات الشباب التي تعمل في مجال الشباب، وكذلك قامت البرامج والمشروعات والأنشطة والقرارات الخاصة بهم. وأضاف: الذي تحقق من هذه المهام تحسين فرص العمل سيجنون فرص عمل كثيرة ومناسبة من خلال البرامج التدريبية والمبادرات وأيضا تطوير المهارات، فسيكتسب الشباب مهارات جديدة ومتنوعة مما يزيد من كفاءتهم وقدراتهم وتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث يشعر الشباب بأنهم جزء مهم من المجتمع مع فرص أكبر للمشاركة في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الظرف المعيشي وفرص أفضل للشباب وتقليل معدلات الجريمة وأيضا إعداد قادة شباب فاعلين في المجتمع.